اكيد مبسوط، مبسوط قد الدنيا، وتحيه لعماد هانسو اللي قدر يعمل الحفل. هيدا كان تعليق فارس كرم الاول حول ليله راس السنه اللي حب يحيها بلبنان من خلال حفلين، الاول باوتيل الموفامبيك بيروت والثاني ببي بلس بالاس جبال. فارس ولع الأجواء على المسرح والجمهور كان سعيد باستقبال العام الجديد معه، خاصة أنه هو من أبرز النجوم اللي أحيوا العيد بلبنان بالوقت اللي زملائه معظم تواجدوا بالرياض بتريو نايت. اللبنانية بإذن الله ما بيركعوا، وطول ما في ناس تحب الفن ونحن هون صامدين، وإن شاء الله أزمة وبتقطع طول ما في ناس طيبة و الناس بتحب الفن. شو بدك تقول اليوم لل 2023 اللي احنا على ابوابها؟ ان شاء الله الله تعطينا كل الخير. هيدي هي امنيات فارس العام 2023، اما العام الماضي فكان ايضا وجهه خير على ابو كرم، فاطلق خلاله البوم جديد واحيا عشرات الحفلات الناجحه، لكن الاهم هو ولاده ابنه كرم بعد طول انتظار. شو بدك تترك بال 2022 ما تاخذه معك على 23؟ كل شيء مش حلو. صار معك قصص مش حلوه بال 2022؟ الحمد لله، قصص حلوه. الله تعمني كرم، الحمد لله يا رب. يا خير حفل فارس كانت شارك فيه مع مجد مصلي وعباس جعفر اللي بدوره كان عنده امنيه خاصه للعام الجديد. انا رح اقول لك بس كريم تايم ينعاد عليك بالخير، لك انت اول شيء ولكل اللي عم يشوفونا، ان شاء الله يا رب ايام اللي بدها تجي على لبنان وعلى اللبنانيه من وراء هذا الجو اللي عم نشوفه بهي الحفله وبكل الحفلات شيء ببشر بالخير. شو بتتمنى بال 2023 على الصعيد الشخصي؟ بتمنى انه ما يمرق علينا بعد سنين مثل اللي مرقوا، ويكونوا السنين اللي جايه احلى بكثير، ينعاد على كل اللي عم يشوفونا بالخير وبالصحه. هلا انا صارت يمين شمال. أما فارس فكان عنده دعوة خاصة لمحبينه ببداية العام الجديد. إن شاء الله بنعاد عليكم بالخير والصحة والرزق والبحبوحة يا رب.